فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول إنه أحس بالاحتلام في المنام لكنه لم يرى بعدما استيقظ لم يرى بللا، فهل عليه غسل للجنابة؟ لا لا، ما عليه، ما دام ما وجد أثرا للاحتلام فليس عليه، مجرد أنه أحس بالاحتلام ولم يخرج شيء ما عليه شيء. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني يجب الاغتسال بالماء من خروج الماء في الاحتلام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.